العواف يا سيدتي العزيزة. أهلا يا إسماعيل، اتفضل. كف الله الشر. إيه في إيه؟ مالك؟ أبدا. وفين ابن خالتي؟ نايم؟ سلبس؟ في المستشفى. والأولاد؟ فوق بيلعبوا. الله، أنت بتكلميني بصوت واطي ليه؟ أنت عندك برد؟ عندي مصيبة يا ست، خضتيني. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ دلوقتي هقول لك. استنى، تعالى رايح فين؟ رايح اشوف العيال فوق. خليك انا عندهم لك. ليه بس؟ يا سيدي بعدين هقول لك. يا بوسي يا ميمي. يا بوسي يا ميمي. عمو اسماعيل، عمو اسماعيل، عمو اسماعيل، عمو اسماعيل، عمو اسماعيل، عمو اسماعيل. اهلا. جبت لنا حاجة حلوة يا عمو؟ طبعا طبعا. انتوا ما اكلتوهاش ولا ايه؟ العلبة دي الاستاذ نسيها في التاكسي. متشكرة متشكرة خالص. العفو يا فندم. الجاتو ده ما حدش يفتحه، ده البوسي ومين. خدوا يا حبايبي، يلا على فوق. اسمعين تعالى. على فين؟ بس وطي صوتك. وانا بزعق؟ مش تفهمين ايه بس الحكاية؟ اقعد بس وانا هقول لك. ساقعد، ما تقولي بقى انا شفت دهمي. الو، هاي في حاجة؟ لا لسه عندي عملية. يا خد في النور. حاضر. ايوه يا مراد، ده اسماعيل هنا من بدري. ايوه قولوا له انه سيادته وصل. يا شيخ روح اقعد هنا في الكرسي. ما تتأخرش والنبي يا مراد. طيب باي باي. انت طبعا خدت بالك من البوليس اللي واقف في الشارع. اه، في شاويش لقيته لابت فوق الشجرة، قصدي تحت الشجرة. ليه؟ في حاجة؟ يا راجل يا راجل بطل نسيان بقى، أنا عايزك تساعدني عشان نخلص من الكابوس اللي معانا من امبارح. امبارح؟ هو في هنا كابوس؟ خبر اسود. اللي فهمتك عني. آه، لا لا تفهمتيني على حاجة. يخرب بيتك.